متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. كرة القدم هي اللعبة الأكثر شغفا وإثارة في العالم، وتبقى الأهداف هي ملح المباريات كما يقال. لكن بعض اللاعبين لا يكتفون بتسجيل الأهداف، بل ابتكروا أساليب خاصة في الاحتفال بعد التسجيل تحمل رسائل لا يعرفها الكثيرون. لذلك سنقدم لكم في هذا الفيديو الجزء الأول من سلسلة أسرار ومعاني أشهر احتفالات نجوم كرة القدم، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. ليونيل ميسي، قائد وأسطورة برشلونة، اعتاد أن يرفع يديه في السماء دائما بعد تسجيله لأي هدف، والسر وراء ذلك أنه يكرم جدته سيليا التي توفيت قبل أن يصبح لاعبا مشهورا. فجدته كان لها فضل كبير عليه في ممارسة كرة القدم، حيث أظهرت دعمها له وساندته في الوقت الذي كان يرفضه العديد من المدربين بسبب صغر حجمه. ومن هنا جاء هذا الاحتفال معبرا عن امتنانه لها. أهداف ميسي المستمرة دائما ما يصاحبها ذلك الاحتفال، لكنه ظهر مؤخرا باحتفال آخر خلال مباراة برشلونة أمام توتنهام في أكتوبر الماضي بدور أبطال أوروبا، عندما سجل هدفه الأول في ملعب ويمبلي وذهب إلى الركن الأيمن من الملعب، فأشار بسبابته اليمنى للمدرجات، ثم أخذ يضرب بكفيه على رأسه يمينا ويسارا، ثم قبل أطراف أصابعه بطريقة أثارت تساؤلات الجماهير عن السر وراء ذلك، قبل أن تؤكد عدة تقارير إسبانية وعالمية على أنه كان مداعبة منه لأبنائه الثلاثة تياغو، ماثيو وفيرو. جاريث بيل، جناح ريال مدريد الحالي، دائما ما يحتفل بطريقة مميزة، حيث يرسم قلبا بيديه بعد كل هدف، مرسلا بذلك رسالة لزوجته إيما رايسكونز التي يرتبط بها منذ فترة المراهقة. الويلزي اعتاد على ذلك الاحتفال في كل مناسبة يسجل فيها، لدرجة أنها أصبحت علامة تجارية مسجلة باسمه. وبحسب العديد من الصحف الإنجليزية، فإن اللاعب بدأ منذ عام 2013 بوضعها في بعض السلع الرياضية وغيرها من المنتجات، ولذلك أضاف الرقم 11 في منتصف شعار حركة الاحتفال، وهو الرقم الذي يرتديه حتى تكون علامة خاصة به، رغم أنه ليس من ابتكرها، بل سبقه في هذه الاحتفالية العديد من اللاعبين. أنطوان غريزمان، من المؤكد أن كل متابعي النجم الفرنسي قد لاحظوا الطريقة المميزة التي يحتفل بها عند تسجيله الأهداف، حيث يركض ثم يتوقف ويقوم بالرقص وكأنه يتحدث بيده إلى الهاتف، ويقول غريزمان: استوحيت طريقة الاحتفال من الحركة التي يقوم بها المطرب الكندي دريك في أغنية هوتلاين بيلينج، هذه طريقة المفضلة للاحتفال بالأهداف. وإن كان هذا هو الاحتفال المعتاد لغريزمان، فهناك أيضا بعض الاحتفالات الاستثنائية التي قام بها في بعض المباريات، ومن أبرزها احتفاله الغريب في ديربي مدريد بالعام الماضي تقليدا لطريقة احتفال تظهر في لعبة فيديو مفضلة لديه، وهي لعبة فورتنايت القتالية. فابيو بوريني، مهاجم ميلان الحالي واللاعب السابق لتشيلسي وروما وليفربول، يحتفل دائما مع تسجيل كل هدف بوضع إحدى يديه بين أسنانه ومد اليد الأخرى والتوجه نحو راية الركنية. وقد فسر ذلك الاحتفال قائلا: هناك تقليد في إيطاليا، عندما يريد شخص شيئا ما بقوة فهو يضع سكينا بين أسنانه كالمحارب الذي لا يستسلم. بوريني اعتاد على الاحتفال بهذه الطريقة، وفي إحدى المرات كان يخوض مباراة خلال فترة تواجده مع ليفربول في موسم 2012-2013، واحتفل بنفس الطريقة بعد تسجيل هدف، فاتهمته الصحافة الإنجليزية بأنه يسخر من زميله لويس سواريز، بعدما قام الأخير بعض يد إيفانوفيتش مدافع تشيلسي في تلك الفترة. ولكن بوريني استهجن تلك الكلمات وصرح أنه بالتأكيد لم يقصد ذلك، لأنه تعود على ذلك الاحتفال منذ أن كان لاعباً في صفوف تشيلسي وروما. ميمفيس ديباي، تألق الجناح الهولندي منذ انتقاله إلى ليون في يناير 2017 قادماً من مانشستر يونايتد، كان مصحوباً بأسلوب مميز وجديد في طريقة احتفال اللاعب بالأهداف، حيث اعتاد ديباي مع معظم الأهداف التي يسجلها أن يضع أصابعه في أذنيه وكأنه لا يريد سماع شيء،
وهو ما حمل العديد من التفسيرات، وكان من أبرزها أن اللاعب لا يريد سماع الانتقادات، خصوصا تلك التي نالها خلال فترة تواجده مع الشياطين الحمر وعدم ظهوره بالشكل المتوقع، قبل أن يفسر صاحب 24 عام الأمر قائلا: أريد أن أركز بشكل كامل مع ليون، الأمر أكثر من مجرد إظهار أنني لا أستمع للنقد، إذا قال أحدهم شيئا مثيرا للاهتمام فأنا أول من يستمع. دانيال ستوريج. يظل مهاجم ليفربول الحالي هو صاحب واحدة من أشهر الاحتفالات في كرة القدم مؤخرا، فبعد تسجيله لأي هدف يقوم برقصة مميزة وخاصة، وقد فسر ذلك بأن الأمر كان في البداية مجرد مزحة يقوم بها مع أبناء عمه، لكنه ظل يقوم بنفس الرقصة في الملعب بعد تسجيله الأهداف لتتحول لاحتفال شهير حاول تقليده العديد من الرياضيين والمشاهير، ولعل من أبرزهم بعض من زملاء اللاعب في ليفربول كالإسباني ألبرتو مورينو، بالإضافة إلى مدربه يورغن كلوب الذي ظهر في أكثر من مناسبة في محاولات لتقليد رقصة ستوريج كلها باءت بالفشل وحظيت بضحكات المتابعين. لويس سواريز. المهاجم الأوروغوياني دائما ما يقوم بتقبيل رسغه وإصبعيه احتفالا بتسجيله للأهداف، ويفعل ذلك موجها رسالة حب لزوجته وأطفاله، حيث يقبل رسغه كأنما يقبل زوجته بينما يقبل أصابعه وكأنهم أطفاله. سواريز لا يتوانى في إظهار الحب والعاطفة تجاه عائلته في العديد من المناسبات، سواء بالقيام باحتفاله الشهير الذي أشرنا إليه أو بابتكار احتفالات أخرى مثل ذلك الاحتفال الذي قام به في مباراة منتخب الأوروغواي أمام السعودية في كأس العالم الأخيرة، عندما سجل هدفاً وبدأ بالركض راسماً بيديه إشارة غريبة تشبه الطبق قبل أن يضع الكرة أسفل قميصه في لقطة اعتبرها البعض سخرية من لاعبي الأخضر السعودي بطريقة ما، إلا أن مهاجم برشلونة خرج ليفصل في الأمر قائلاً: احتفلت بهذه الطريقة لأنني قريباً سأحظى بطفل ثالث سيكون صبي. بول بوغبا. نجم وسط مانشستر يونايتد يحتفل برقصة شهيرة تعرف برقصة داب، وتعود لفرقة هيب هوب أمريكية اسمها ميغوس، وهي رقصة يقوم فيها الراقص بإسقاط رأسه ورفع ذراعه وكأنه سيعطس، لكن مع رفع الذراع، وبدأت هذه الرقصة منذ أعوام قليلة في أتلانتا بالولايات المتحدة في مجتمع الهيب هوب هناك، وانتقلت إلى ملاعب الرياضة وبالتحديد في دور كرة السلة للمحترفين الأمريكي، ثم نقلها نجم يوفنتوس السابق إلى ملاعب كرة القدم حتى أصبحت احتفالا خاصا به انتشر بشكل كبير عبر الإنترنت وأصبح يقوم به العديد من المشاهير والرياضيين. مسعود أوزيل. نجم وسط أرسنال الحالي تعود على الاحتفال بأهدافه بطريقة معينة، وهي تشكيل حرف M بأصابع يده ووضع إبهام اليد الأخرى في فمه، وذلك احتفالا بمولد ابنة أخيه الأكبر ميرا، إذ قال عن ذلك الاحتفال: إنه لابنة أخي ميرا، يبدأ اسمها بحرف M وهي أول مولود لأخي، وقد جلبت الكثير من السعادة للأسرة، أحبها كثيرا وأريد أن أظهر مدى عشقي لها. في بادئ الأمر تعرض أوزيل لانتقادات شديدة على خلفية قيامه بهذا الاحتفال، وقالت بعض الصحف الإنجليزية أنه أصبح ناضجا ولا يجب أن يضع إصبعه في فمه مثل الطفل، إلا أن الألمانية لم يحتمل كل ذلك وأصبح بالكاد لا يفوت أي مناسبة يسجل فيها هدفا إلا ويطل علينا باحتفاله المميز. ماريو بالوتيلي. اللاعب المثير للجدل دائما بسبب تصرفاته الغريبة، والذي ينشط حاليا مع نيس الفرنسي، يكاد يكون لا يحتفل بأي هدف يسجله، ولكنه يقف مكانه بوجوم شديد على وجهه، وأحيانا يكون ذلك الاحتفال مصحوبا بتصرفات أخرى مثل ما فعل بعد تسجيله هدفا في مرمى مانشستر يونايتد خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، حيث قام بذلك الاحتفال وكشف عن قميص مكتوب عليه: لماذا أنا دائما، موجها حديثه للصحافة التي كانت تنتقد تصرفاته دوما، وكذلك عندما خلع قميصه كاشفا عن عضلاته أمام ألمانيا في يورو 2012، وعلق سوبر ماريو على سبب عدم احتفاله بالأهداف في الغالب قائلا: لا أجد سببا يجعلني أحتفل بالأهداف لأن هذا هو عملي. هل رأيت من قبل ساعي بريد يحتفل بعد تسليمه للخطابات التي بحوزته؟ ديلي آلي. شهدت أولى مباريات توتنهام في بداية الموسم الحالي للبريمير ليج أمام نيوكاسل يونايتد،
احتفالا غريبا للنجم الإنجليزي، وبعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه حيث قام آلي بوضع أصابع يده حول عينه في وضع معين لفت أنظار الجميع. المثير في الأمر أن هذا الاحتفال اجتاح ربوع العالم بعد تلك المباراة، وتحول إلى تحد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من اللاعبين والمشاهير، وأطلق عليه تحدي ديلي آلي، وبدأ كل شخص في نشر صورة أو فيديو له وهو ينفذ الاحتفال. كل هذا دفع اللاعب للتعليق على الأمر وتفسير سبب الاحتفال في تصريحات لصحيفة ميرور، حيث قال: لم أكن أتوقع أن يصل الأمر لهذا الجنون. عندما كنا في كأس العالم أطفال جيمي فاردي هم من أظهروا لي هذا الأمر وسألوني إن كنت أستطيع القيام به ففعلت ذلك. باولو ديبالا. لا تقتصر إبداعات النجم الأرجنتيني على ظهوره بمستويات رائعة خلال المباريات، بل امتدت لتشمل طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، حيث يضع مهاجم يوفنتوس يده على وجهه بشكل يصبح خلاله أشبه بقناع المصارعين والمقاتلين، وهي الطريقة التي أثارت تساؤلات عديدة حول سر قيام اللاعب بذلك الاحتفال الذي أطلق عليه البعض قناع ديبالا قبل أن يعلق اللاعب نفسه عبر صفحته الرسمية بفيسبوك عن الأمر قائلاً: قناع ديبالا معناه بسيط جداً، إنه قناع محارب. حين نعاني أحياناً يجب علينا ارتداء قناع المحارب لنكون أقوى دون أن نفقد ابتسامتنا ولطفنا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.